واش داير ديال القاعات ديال عندي ديال الشمع شريت واحد اللعبه بحال اللي كل الف فهمتي دير غير شويه تبقى شاد غير تتزهر بحال تفرش في لوفي لوفي قبعه القش اه تفرش في لا شوفي تفرش في داكشي ديال الدراري الصغار انا ديال الدراري ديال الدراري يعني تجربتك في البايك تورين مشي شي واحد المدينه اولا واحد البلاصه كتحس براسك انك محتاج انك تعاود ترجع لها مره اخرى كاينين بزاف د البلايص كاين اكينان كاين اسكاون الله يسهل اسكاون كاين اونين ولكن لا احنا ماشي الغرض ديالنا السميات شنو هي الحاجه اللي خلاتك تما واش التعامل ديال الناس التعامل ديال الناس وتما الطبيعه عندهم كاين الماء كاين كلشي يعني ما كاينش مشكل ودوك الناس باقا النيه فهمتي يعني تمشي عندهم يتهلاو فيك الوليدات في الاطلس ديال شنو هذوك اللي جوي هذيك يعني شنو الفرق اللي كتحس انك ملي كتخرج انت كتنزه وانك كدير واحد الخرجه فيها واحد العمل انساني ديما حنا فاش كنشوف الجبال راك عارف ديما تبقاو تابعين كادوك الدراري الصغار ديما تيبقاو تيجريو وراك وهاديك البادره انك تدي لهم واخا شي حاجه بسيطه انا جمعت غير هذوك اللعاب اللي ديال الوليدات ديالي خلاو اثر جميل على الوجوه ديال هذوك الاطفال كانوا الوليدات الصغار كيسولوني على ستيلو وانا صراحه ما فهمتش انا كان كاين الغرض ديالهم ستيلو بصح ولكن قلتي لي كيفاش شرح لي كيفاش قلتي كيقول لك السيد اللي كدز من حدا الدراري الصغار كيقول لك دوما ستيلو هي كان هذاك سبحان الله غير كيبغي هو كيسحبو في الوراه انت توريست دونك كيحاول يتكومونيكا معاك بالفرونسي زعما راني كنعرف نهضر بالفرونسي ماشي غرضو مسكين انه باغي الستيلو باغي الحلوه باغي اللهاب كيف دار الاخ نبيل هاد القضيه عرفتها من بعد ما جربتها فاش جلست معاك قلت كيفاش نستيلو بقى كيشير انه باغي ياكل شي حاجه مشيت شريت الحلوه وكان واحد التاثير زوين بزاف على دوك الوليدات وكنتمنى ان شاء الله نعاود نرجع وندير بحال الاخ نبيل ان شاء الله ندير اللهاب وندير حوايج اخرى علاش لا ان شاء الله شنو البلاصه اللي مشيتي ليها وندمتي انك مشيتي ليها ما ندمش وعلي الجوابك لا لا ما ندمش ما ندمش صراحه كل طريق عنده واحد الخصوصيه ديالها ما ندمت حتى على شي طريق زعما التجربه تدوزها تتبقى عندك دتي من طريق مزيانه راه مزيانه وخايبه راه خايبه صح دابا كتضرب الشفن شو مناظره لا جا صاحبي خلينا ناخذ نفس اصاحبي ما نزربش عليا الله يحفظك تعطلتي عندنا اخي محمد عشان من الصباح انا كنتسناو خويا راك عارف كنت كتشال وسط الحفله ها تشال فين وسط الحفله ديما كتضحك كوين تما مره اخرى مرحبا بكم فيديو جديد هذا النهار هذا ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد الميتشاب ما بقاش نقول لكم الصغيره صراحه الميتشاب بدا كيكبر حيت العائله بداش كتكبر واول مره كنا تلاقينا محمد واد من بعد تلاقينا نبيل من بعد زادوا جوج ناس اخرين كان معنا امين اللي مازال ما شافش الفيديو ديالو ها هو كاين هنايا وتزاد معنا مصطفى واليوم ان شاء الله غادي يكون معنا واحد السيد اخر زوين جا عندنا منسلا غيدوز معنا ان شاء الله نهار شطر من البلاكه واش اخي راه كاميرا ها هو اخونا محمد صحيح حسام لي كيهضر معنا بلاكه وريهم بلاكه وريهم ها هي البلاكه صحاب لي كيهضر معاها شوف واش عرفوا داك الشيء راه ماشي ساهل يعني باش نصور ونبارطاجي معكم الصراحه ماشي ساهل بزاف الناس اللي كيشوفونا دابا كيقول هذا واش مصدق كيهضر بوحدو باش نحط الكاميرا ولا كيهضر على البلاكه اخويا اسمح لي هو انا بنتك انا كنهضر على البلاكه هي بلاكه ما فهمش والو انا فان ديالو هذا السياسي الغزال دي بلاصه عندنا من سلا ان شاء الله غيدوز معنا النهار مازال الليل طويل ان شاء الله غادي نبات شوف البحر واحد البلاصه سبيسيال ديال محمد واحد البلاصه بريف ياك محمد شي اللي قال كنت حساب محمد وايد يلا جبد حال البرد هاو الطالت انك بريفي ايه خويا شي صدى شحال هذا ما جيت ليه هملتي منو يقرب شي واحد دابا هنا منو يقرب دابا شي واحد هنا مزال اخي مرحبا مرحبا بينا عند محمد شنو هذه الجريده ديالك هذه شاية على حساب شي هملت شي واصحاب واش كنجي دابا كيما شتي معايا حنا في بلاج ديال الصخيرات وبالضبط في المريصه اللور كما كتشوف معايا هذيك البلاصه اللي غنصلاو فيها تما غادي نديرو لي طون وتما غنباتو ان شاء الله ما عرفتش هذا شنو هو دبان ولا ناموس ولا ما شنو هو
حنا مريحين اللور مع الدراري ضاحكين بالباله. المهم هذا هو اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه جديده، ما كاين حتى شي اكتيفيتي اللي هي جديده، من غير اننا تلاقينا ونضحكوا وندوزوا ليله زوينه. هذا هو الغرض من هذا اللقاء هذا. نتمنى ان كل شيء يدوز بخير، الحمد لله لحد الساعه كل شيء زوين. دابا علاش المفازك؟ سؤال عميق هذا. علاش؟ علاش المفازك؟ علاش المفازك؟ سبحان الله سبحان الله. مرحبا مرحبا بكم عند محمد والد في البحر ديالو، وصولا جاو مزيان وبروفيتي وشموه هو نقي. خويا بيع لي هذا البحر هذا، شحال كتبيعوا لي؟ ديرو هذا خويا كنتشاو المحوريه. واش دابا انا مقعيش ليك انت تغرق ندخل انا نجيب لك اخي محمد ولا كاين حجره اخويا؟ اه كاين حجره. وفين ما نضاضر شحال هادو شحال هو نتشوف عقل هذيك اللعيبه ديال شحال هادو شحال هادو كيقول ثلاثه. صراحة انا جيت فرحان بزاف ملي نتلاقى مع الاخوان ديال الدراجة الهوائية. ما غدير الدراري زوينين بزاف بزاف. لا لا شوف شوف انا مشتاق صراحة نتلاقى بهم، الحمد لله ما خافش ضني فيهم ومازال ان شاء الله غندوزو اوقات حسن ان شاء الله. اش كتهضر فيا اخونا؟ نيجان اخونا مالك؟ تنقول والو خويا بخير الله يحفظك. صافي خويا بعد منا بعد منا صافي. خليت هذا الدري صاحبي نتنا باش يجاوبني باش يقول لي خسرها ليا ولا ما رجعهاش دا ما رجعهاش ويقول لي باقا عنده. فهمتي شي حاجه؟ فهمتي شي حاجه؟ فهمت اصاحبي فهمت. حاير حاير لوس حيران والله شي حيران ما عرفتش واش افونسي ولا ديفونسي ما عرفتش شنو ندير انا ما عرفتش ما عرفتش ولا ديفورسي ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش اخويا واش خطا ولا خطه هذه؟ اش بان لك انت اخي والد؟ فاش؟ خطا ولا خطه؟ فاش؟ ما عرفتش اخويا ما عرفتش واش واش خطا ولا خطا؟ اش كدير اخي نبي؟ صيب الكبر ديالي باش غادي الناس. ما درتيش ما جبتيش لاطونت ديالك؟ لا ما جبتهاش. دابا كتقاضي هنا باش هنا؟ باش هنا؟ اه بعد اخرى صراحة غتبات تتألم، عقلتي على هذيك الليلة ديال كريفلة؟ اه الليل كامل وانا كنسوق فيه صراحة دور العشي والله العظيم. مازال جبت لاطونت ديالي. اش اخي مصطفى؟ مرحبا. دير تما؟ نبدو لاطونت نحطو لاطونت. ودابا نبيل غيبات برا شنو غنديرو معاه؟ اه عندي لاطون تايخ معايا واحد بيت واحد لنا ضيف يخلص ان شاء الله وكرا كل وشرب تيفير والديك. كيفاش تبني لاطون ديالك في 5 دقائق وبدون معلم؟ من الحوايج اللي هما بساط بساط وما كنردوش ليهم البال والله يستر يقدروا يوصلوا بك حتى للموت. كنقول لك يقدروا يوصلوا بك حتى للموت. هو لا طونط فاش كتكون كتبنيها حاول انك ما تخليهاش محلوله او موان الوقيته اللي كتكون كتدخل فيها البارطاج ديالك حاول زرب دخلو وسدهم وسدها. وديك الساعه الا عندك شي حاجه بغيتي تقضي على برا طيب ولا شي حاجه خذ راحتك. اقل حاجه تقدر تدخل معاك هي الناموس يسهرك الليل كامل والله الا نعسي ولا خاص ما كانش عندك لونشي موستيكو. كاين بلايص اللي تقدر تلقى فيهم الله يستر عقارب كاين فيهم حناش ما تعرفش شي حشرات اللي الله يستر يقدروا يدخلوا معاك بالليل انت تسد لاطونط وتنعس وما تعرفش شنو يقدر يوقع. المهم رد البال رد البال رد البال. كيفاش الناس يهزك البحر يديك؟ صافي كل واحد يدخل السكان ديالو لي طونط وربطهم ربطهم ثلاثة بثلاثة ولا بجوج بجوج. كيجرب فيك يقول لي الخيط 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 صافي نمشي نمشي صافي سير. اش كتفكر غروب الشمس اخي؟ انا بعدا كيفكرني فولترون فاش كيكون راجع للقايد رومانسي. تبارك الله عليك. اه بصحة اي بصحة مهيب اييه نطلعوا لهم المورات نطلعوا لهم المورات. وي 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 علي 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 بون كوراج برافو برافو الشباب اجري اعطي اجبد يلا بون كوراج بون كوراج بسيط يا خويا بسيط محمد هو اللي صاحب الدكه. اه
ماشي يا سلام. انا بعدا نعطيه 10 على 10. قبيله مصطفى شافو كيش بدا داك فلي وداك الشيء قال لي شنو هو هذا الدواء. هذا الكاز اللي انا ما صايم خدامش ماشي ديالي ماشي ديالي مالو عطيه مصطفى قال لك الزاج الزاج قبل كيتصافر بها صاحبي شي حاجه تدق والله خدا كنسافر به مزيان اخويا كيسان ديال البروا صاحبي شحال هذه الشنطيه انت شوف اش كندير ليه كندوي عليها انت شوف بين اخويا كل قصره راهي اللي فيها الافاده. انا عزيز عليا بطاطا مقشوره كناكلها مقشوره مع الحبايب والله العظيم تعجبني بزاف. ها سيرفيله ماشي دابا القضيه غنديروها خايبه شنو هي؟ غنفيقوا مع الصباح غنلقاو لقاو كلاب جايين هنا ومشاش واحد اللحظات ميت غادي ولا بغا يشيلوا لي بالحجر غادي راسي ديك الساعه ها؟ طلع لي الدم وندور فاش حادي وما بغيتش نمشي صافي فاش حادي كتهضر السلام كتدصر العالم. واحد النصيحه عطاها لي خي وهيب كاين سولت واحد المره كنت نخرج قال لي قلت لي غادي الداخل قال لي شوف يسولك بلاد يقول لي غادي هنا صافي فهمتي بحال دابا انت في الصخيرات قال لك فين غادي يقول لي غادي البوزنيقه راه بصح انت غتكون غادي البوزنيقه دوز على بوزنيقه انت غادي تمشي غادي الداخل هاكا وهيب راه هي الخبزه مالك الخبزه مالك راه واحد السردينة طاحت ما خصني طاح والو كيش وكيش ضربوا ضربوا البركة بعدا هذيك سيدة ولا شنو هي؟ ضربوا انا شوي لك ماشي هذا صاحبي سير مورا مويعة مرحبا اخي ياسين مرحبا خويا مرحبا بك ما عطاش كيسميوها بالزوت العودة بالزوت شاش؟ بالزولة العودة هو المركز المقاليين ايمين شي واش كتشبلك مرشي عادية هذه بالزولة ديال العودة هذه السادة شي سيدة شي سادة شنو كتقدم لينا في هذا خونا خلنا ندخل 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 القطاع راني شي حجرة اش كتصايب دابا؟ خويا هذه ما عطيش حك وفوت اها كتوجد شي طاجين ديال بوزروك على حقه وصواب على شي يقولوا لا على حقه وطريقه تضرب لي يا اخي هادشي راه خاصك تكون عميق باش تصايبو في هذا ماشي هي هاد الرمله وفي هادشي ما عطيش دابا كطبخ على العافيه كتشهينا دائما في الماكله ديالك اخي محمد هذيك اخي بوراك اخر لمسات ياك لمسات الفنيه صور صور الغروب هذا اللي هنا ما بقاش شي غروب دابا واش بغيتي بغيتي طيح الشمس دابا 12 ليل وانت كتقول لي الغروب اصاحبي صور الغروب جاب عفا الغروب اصاحبي باش تضرب لي الدق الصحيحه صاحبي من الغروب غتمشي حتى لتركيا وما تاكلش بحال هذه الماكله هذه ها الرميع كيخاف منك اخي محمد كيفاش محمد؟ اخويا ما غايهرب ليك ما بيناش خليني اصاحبي وصفت عليه هي طيب كون كون انا ندق لك خاي البوزروك لا دق من مد لا لا دق الحجر ديالو شوف واعر واعر لقيت ليه مزيان غسلناه خويا بالي ما منقيش ماشي سوبر مان عندك البيض عندك البيض والله ما عندهاش البيض دابا صافي كبير ديك الواطه زيد شي وحده زيد وراك البيض عندك البيض صح هاد داك تبن تبن هاد تبن راه ضار شي دايز اصحابي ورا شبع على البرد اصاحبي الله بدي صباح الحال خرجوا لي شي كلاب خرجوا لي خرجوا لي والله ما شي خمسه ولا واحد الكلب والله خد الزفوق منه 12 5 ولا 15 الزفوق منه ونطير وهي بزاف الباسنجر طيب قابلين عليه حنا خونا ياسين ماشي قصي صاحبي شنو ها هي واقيلا ياسين اجي دوق ياسين اجي دوق اصاحبي ها دوق شويه يا صاحبي دير بصحتكم على مرة البصمة أحاول أخي مصطفى راه لي الحدورة لي المجال طويل
اضرب. هز 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 خوي اش هذاك يا اخي؟ خويا هادي حرباء تعصاب عليك هادي شا سمعتك الصوت ماشي الصوت سمعتك متغوت عن واحد الصوت سبحان الله تغدوا معنا حرباء خويا ضيفة الشرف على صوت عندها